ساعة وانتي في الكوزينة على كوكوط وجوج طبيصلات. لا خالتي راني غسلت شي سرابط وطلعت مسطح نشرتهم وراني كنغسل في المواعن. ايوا هذيك الطبلة اللي تغدينا عليها مالها؟ راه ما يلك وما حاساش غسلتي المواعن ما قديتيش تدوزي على تزويف. راني جمعت منها المواعن وعطيت لولدك الزيفة باش يمسحها. شناهو؟ ليه لا يحييك ويطول الزمان بين عينيك حتى ولدي يمسح الطبلة. والله الا اشوفي اتوقدي معايا ولا ما مقرصاش غنقرصك. صافي خالتي صافي انا كلشي غادي نديرو قايا على خاطرك. فين عمرنا شنا الخاطر من نهار تسلطتي على ولدي مسكين هو اللولور لا خدمه لا ردمه. واش بغيتي ندير ليه؟ راه هو اللي ما بغاش يخدم ما عيد فيه قال لك لا ما كيبغيش اللي يتحكم فيه. ايوا هاتي قلتيها ما كيبغيش اللي يتحكم فيه وجيتي هي حتى الاخر وتقولي نوض مسح الطبله وتحكمي فيه. ومالها شنو فيها؟ لا ما فيها والو. اش هي شتو كتجاوبي معايا في الهضره؟ ياك ما كتسحبي سهمي من سهمك اجمعي راسك بنت الملقوطه هادي. والله الا قالت لك في عشنا وين شنا هاتك هادي. الله يا سيدي ربي الله رضيت بدل المغربيه. واش عباد الله ما كنخليهاش تحط الايد ديالها في المبارد ومازال كتحل فمها. يا ربي دير شي تساوي ديال الخير يا ربي الله يخرج هاد الدعوه على خير. بقي الله بعدين.